فين البنتين اللي جم النهارده الصبح؟ ازيكم يا جواري كسر واطير وارفرف في الفضا واعمل بيبي في الفضا. القرف ده، انتوا داخلين كباريه ولا ايه؟ اسمك ايه يا بنت منك ليها؟ انا اسمي ساندرين. اسمك ايه؟ ساندرين والدلع صندوق. وانت يا بنت اسمك ايه؟ ام سيد. ايوه، جاريه بالليل والصبح بتبيع فجر. ايه الاسامي دي؟ اسامي دي؟ وانت اسمك ايه؟ حلوه يا اختي على كده، اسمك ايه؟ انا اسمي فيروز. طب ما انت شوبس رمان حطت عليكي في السوق. الفيروز ايه؟ لا لا لا، ده انتوا عايزين لكم قاعده لوحديكم، سيبهم لي. نسيبهم لك ايه؟ هو الحرام لك لم ولا ايه؟ دول جواري، دول دوالي. وانتي متضايقه ليه؟ خلي الصنف كله يبقى كده عشان السلطان ما يشوفش غيرنا. يا بنتي دول اشكال عجر. كلمي كده تاني ياما. اهو يا اختي يا حلوه. ايه ده، انا عرفت دي مين؟ مين؟ دي من الجواري القدامى اللي بياخدوا نص تذكره في المترو. طب ما كرموها وتقعد في البيت وما تضايقناش. اهو انا بقى اللي عرفتك يا باكش انت. ايه يا اختي؟ مش حضرتك الاسد اللي كان مع استاذ عادل امام في المسرحيه؟ يا بكشة تعالي تعالي نمشي يا ست بارك. عاملة بني آدم قال. يلا يلا يا ماما نونة، اتكل على الله. يلا يا حبيبتي. والله دي ما جارية، دي صدقة جارية. فاكراني هسكت لها؟ ده أنا لساني متبري مني. أيوة. أنا مش عارفة إيه المناظر اللي جايبينها لي دول، يبقوا جواري. مناظر إيه يا حبيبتي؟ بس بس بس، دي هتردي عليها ولا انبطي يا مفروشي؟ انكدي يا اختي. هي يا اختي مفروسه، بصي على شعرها، بصي على شعري، كلبه بلدي واقفه. والله وقفت قدام المرايه قعدت اسبح ربنا، ليه كده تديني الجمال ده؟ خد ودي حد محتاج. انا حلوه وزي الفل، وانا غنوه في بق الكل. حلوه دي يا كدابه؟ ده انت القطر مش على وشك 50 مره. هم 40 بس يا اختي. وبعدين ايه الجاريه اللي جايبينها لي دي؟ شبه قدره الفول. تاخدي حبه. كده ازاي؟ ده انا كبرت الجواري. يعني كبرت الكهنة؟ الله يحزنا. لا يا ملسان طويل، يعني مفيش واحدة فيكو تقدر تشم ريحة السلطان إلا بأمري. ليه؟ معاك البرفيوم بتاعه؟ على مظهر، على مظهر. ما تقرسيش عليها في الضحك يا أختي، مش قادرة. وانتوا فاكرين نفسكوا سيع؟ ده انا اسيع منكم، ده انا عديت باي حاجه انتوا عديتوا بيها 7 مرات. ليه والده؟ خير، اللهم اجعله خير يا اختي. يا رب كتر الضحك ده يكون ابو محمد جه من العراق. يا رب يا اختي. اعرفش دايما بيقولوا كده بعد ما بيضحكوا. يا رب خير. اموت واعرف انت جاريه ازاي. جاريه كده يا حبيبتي، جاريه. جاريه ايه؟ جاريه ولا مش جاريه؟ ما سألتنيش يا اختي انا ابقى ايه؟ تبقي ايه؟ انا جاريه وراها. يا لهوي يا لهوي. اه يا ام الضحك. بس تعبت تعبت يا بنت. يا اختي انا خايفه تكون الانبوبه فضيت. لا، ما هو الضحك ده هيبقى وراه مصيبه. لا والله وراه مصيبه. بس بقى فرهدت. يا رب اجعله ربنا. تعالي تعالي كده، تعالي يا بنت كده. ايوه يا اختي اجيلك وانا اخاف. هي السنة دي راحت فين؟ راحت في حرب اكتوبر. وهم ضربوا الصاروخ عليها هي بس؟ ضربوه هنا وطفى في لساني. ما تتكلميش معانا، هرد الكلمة بعشرة. شاوري يا اختي، والله اعلم ممكن نلاقي على الاشارة حاجة نقولها. بص، احنا جايين من الشارع. صيع ما وريناش حاجة. ايوه جايين من الشارع، بس انتوا في بلاط اعظم سلطان. سلطان ومركب بلاط ما يركب بروسلين. مش فاهمة ازاي السلطان ممكن ياخد واحدة منكم محزية. ياخد واحدة ايه؟ محزية. حسب يا اختي، محزية رز ولا محزية فريك؟
قدام الحمام خيال. والله بصي انا حلوه وزي الفل وانا غنوه في بقي الكل. يا بنتي ده انت الكذب بينقط منك. طب انا عايزه اشوف السلطان لما يجي هتبقي عامله ازاي انت وهي. اعملي انت السلطان واعملي انت الجاريه. هعمل يا اختي السلطان. ما اعملش السلطان ليه؟ اعملي يا بنت سلطان رزقي جاي لك. جاريه السلطان. يلا يلا يا جواري امر مولاي. تعالى يا روش. يلا بينا. يلا بينا. ايه رايك يا روش؟ هتقولي للسلطان يا روش؟ احنا عاملينه سلطان مجدع شويه. انت بتقابليه على نص الشارع يا بنت؟ ايوه صح. بقول لك ايه، عملية السلطان وعملية الجارية. ايوه يا اختي انا في الجارية زي العسل. والله ولا هيفرق. ملواي كيف حالك يا ما جارية مشعرة. ايه ده بجد؟ يعني بجد جاريه مشعره؟ لا كلمني يعني بجد. يبقى فكرنا البس بكره بادي كارينا بكم. ده تعملوا جاريه من قسم المحجبات. بقول لك ايه، إيه ما تيجي يا مولاي نعمل اتنين شقلباز. يلا نتشقلباز. يلا بينا يا شقلباز. يلا. يخرب بيت تقلي دمك. ايه يا بنت القرف ده؟ عندها حق، انا صاحبك وقرفت يا اختي. انا انفع في الجاريه، انا حلوه وزي الفل وانا غنوه في بق الكل. والله العظيم هتجيبي لي السكر. اجيب لك معبك وشاي. اسكتي يا اختي ما تسيبينيش اتكلم. اسكتي. ده انا معبيه. يا لهوي يا الله. انا مش قادر اقعد معاكم. يا كريمه يا فهيمه تعالوا بسرعه. كريمه وفهيمه ايوه جايين. بقول لكم ايه، ربع ساعه، ربع ساعه بس تعلموهم كل اللي عرفتوه. ماشي عينينا. اعوذ بالله يا ربي. يلا بقى، يلا احنا نظهر لهم. لا نظهر لهم ايه، احنا نختبرهم بفرصه. اه يعني نشوفهم بيحبونا ولا لا. امال ايه، افهم بقى. يلا الدخله. اوعى. عاملين ايه؟ ازيك يا اختي؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ انا منيحه. منيحه انت منين؟ انا لبنانيه. اه لبنانيه. وانت؟ بولاقيه. شو بولاقيه؟ زي اللبنانيه كده يا حبيبتي. امال ايه؟ طب انت كيف جيتي عهون؟ جيتي عهون. فكرتني باللي كان والذي مضى يا اختي. انا واحد ضحك عليا وخلى الدنيا تلف بيا تلف بيا تلف بيا كاني لك بس سيموليتور. لف بيا لف بيا. فجالت نفسي انا والله يا اختي يا حبيبتي. خلاص حياتي ما تبكي. طب انت شو كنتي بتشتغلي قبل ما تيجي عهون؟ كنت بعمل افلام ثقافيه.